للاستخدام الأمثل والصحيح لتقديم الإقرار الضريبي عبر نظام الحكومة الإلكترونية، ينصح باستخدام متصفحي جوجل كروم أو إنترنت إكسبلورر الإصدار 12 وأحدث. ادخل إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات www.istd.gov.jo. اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية. قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري الذي تم تزويدك به من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومن ثم اضغط على كلمة دخول. اختر حقل البيانات الشخصية والمالية، حيث يمكنك تحديث وتعديل معلوماتك الشخصية، كما يرجى التأكد من إدخال رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني بشكل صحيح ودقيق، وذلك للقيام بعمليات التواصل الدائم معك. في حال وجود وثائق تعزز بياناتك الشخصية، يرجى إرفاق صورة عنها عبر الرابط المخصص لذلك. بعد ذلك، انتقل إلى حقل البيانات البنكية، وقم بإدخال المعلومات البنكية الخاصة بك، بما في ذلك اسم البنك والفرع، إضافة إلى الرقم الدولي للحساب البنكي IBAN المكون من 30 خانة لغاية تحويل أي رديات تتحقق لك. ثم اضغط على زر حفظ الكل، ومن ثم اضغط على إرسال البيانات. بعد ذلك ادخل إلى الإقرارات الضريبية، ومنها إلى إقرارات ضريبة الدخل، وذلك لمعرفة وتحديد السنوات غير المقدرة من قبل دائرة ضريبة الدخل. إذا كنت من الأفراد، ستظهر لك إمكانية ضم دخل الزوج الزوجة، أما إذا كنت من الشركات، فلن يظهر لك هذا الخيار. وفي حال رغبتك بضم الدخل، والذي يشترط وجود تفويض خطي من أحد الأطراف الزوجة أو الزوج بالموافقة على ضم الدخل، قم باختيار المربع الصغير، ومن ثم يجب إدخال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم اضغط على زر استرجاع. في حال وجود حسابات أصولية رسمية لمهنتك، قم باختيار المربع الصغير، ومن ثم أدخل الرقم الضريبي أو الرقم الوطني لمدقق حساباتك أو المنشأة المحاسبية المسؤولة عن حساباتك المالية. قم باختيار حقل المهنة المناسب لمهنتك من البنود المدرجة أدناه، ثم قم بتعبئة كافة الخانات البيضاء وفقاً لحساباتك الأصولية والميزانية المدققة الرسمية إن توفرت، أو وفقاً لحساباتك المالية الشخصية. وفي حال وجود أكثر من دخل من أكثر من مصدر، يتم تعبئة هذه الإيرادات حسب البنود. وفي حال ضم الدخل، قم بإدخال إجمالي الدخلين من الرواتب حسب شهادتي الرواتب في الخانة رقم 3303، ثم اضغط على حقل احتساب الدخل، واملأ الخانات البيضاء حسب حساباتك الأصولية المدققة. وإذا كنت من الأفراد، انقر على حقل الإعفاءات المالية والشخصية والعائلية، وقم بتعبئة إعفاءاتك الشخصية أو العائلية كل حسب وضعه. بعد ذلك قم بالنقر على حساب الضريبة. إذا كان هناك دخل من الرواتب بالإقرار، قم بتعبئة البند 995201. وفي حال وجود مستوردات جمركية، أدخل المبلغ المقتطع كضريبة دخل بنسبة 2% حسب البيانات الجمركية في الخانة 995204. ومن ثم قم بتعبئة الخانات التي تليها إذا كانت هناك ضرائب متعلقة بها، ثم انتقل إلى حقل المصاريف الإدارية والعمومية، وأعد إدخال المصاريف كل حسب خانته المطلوبة. بعد الانتهاء، قم بحفظ المعاملة كمسودة، ثم قم بعملية إرفاق الوثائق المطلوبة: الميزانية الأصولية للمهنة، الحسابات المالية الشخصية، شهادات الرواتب، ووثائق الإعفاءات المالية والشخصية والعائلية، والبيان الجمركي، وأي وثائق أخرى ضمن الصيغ التالية: PDF، Word، Excel، JPEG، ثم اضغط على زر احتساب الضريبة. يشير اللون الأحمر إلى أنه يتوجب عليك دفع ضريبة الدخل المطلوبة، ولإتمام هذه العملية، قم باختيار إرسال الإقرار، ثم قم بالضغط على موافق لاستكمال إجراءات تسليم الإقرار. تأكد من ظهور ملاحظة توضح أنه تم إرسال الإقرار إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنجاح، ثم قم بالضغط على حقل الدفع الإلكتروني لإعداد أمر قبض إلكتروني، وبعدها عليك الذهاب إلى نظام الدفع الإلكتروني إيفواتيركم الخاص بك لإتمام عملية دفع المستحقات. بعد ذلك ستصلك رسالة نصية إلى هاتفك الخلوي تفيد بتقديم الإقرار الضريبي.